neck spine. Then, pubic tubercle, high pubic tubercle. Benatum, inguinal ligament. Mid inguinal point here. راح اطلع 1 انش هنا ديب انجوينال رينج اكو تيست يسموه ديب انجوينال ساين او اسم الاخ اوكلوجن تيست اوكلوجن او ام جوينت تو بريس ام جوينت تو بريس اند اكس ذا بيشنت تو كاف اف ا هيرنيا داز نوت شو يعني ما بينت بالكف بيكوز ام بريسنج ذا ديب انجوينال رينج معناتها هذه يسموها بال indirect inguinal hernia لأن أكو عندي two types of hernia direct و indirect ما بين حالات بس استدي راس على شو صح أقوح أقوح ماكو does not show because I'm pressing the deep inguinal ring أقوح ماكو hernia شوفوا صح شوفوا الهرنيا أقوح هاي الهرنيا الأم بس when I press the deep inguinal أقوح ما بينت الهرنيا هذا يسموه اوكلوجن تيست اوكلوجن تيست واكو عندي سوبرفيشال يعني اكسترنال انجوينال يعني ساين وعندي انجوينال رينج ساين وعندي اكسترنال انجوينال ساين اللي هو انفاجينيشن تيست هذا سر ما ادري يسووه بس اكو ساين الاخر يسموه بالزمن تيست ثري فينجرز تيست ثري فينجرز زيمنز أول واحد على الديب انجوينال رينج والثاني على external inguinal ring والثالث على الopening مال femoral canal surface anatomy بالنسبة لل deep inguinal ring هو above mid inguinal point واضح؟ يعني هاي mid inguinal point هذا الانجوينال ligament هذا عند الميد اطلع انش لي فوق هذه هنا شنو؟ شو يسموها؟ ديب انجوينال رينج ديب انجوينال والاكسترنال انجوينال رينج يصير اباف كيوبيك تيوبركل هذا كيوبيك تيوبركل من لابس جلوف من لابس جلوف يلبس جلوف اند فيل ذا انجوينال دي في كيوبيك تيوبركل هذا كيوبيك تيوبركل هم اصعد فوق 1 انش صار عندي 2 فينجر ثالث كيوبيك تيوبركل بيلو اطلع بيلو بيلو اند ميديالي فإذا هو على الفيمورال هذه البوزيشن يسموها بالثري فينجرز تيست اور زيمن تيست زيمن تيست اند اسك ذا بيشنت تو كف اقول له قح واشوف منين دي يجيني الامبلس اذا جاني من الاندكس فينجر هذه معناته اندايركت انجوينال واذا جاني من الميدل فينجر هذا دايركت انجوينال هيرنيا واذا جاني على الفيمورال هرنيا يعني هذا 3 fingers هو ده يفرق بين 3 types of hernia direct inguinal direct indirect وعندي اللي ايش يسموه الفيمورال بس اريدك بس سيرفس اناتومي هذه anterior superior spine هذه مالي شنو؟ والكيبك تيوبركل هنا بنش واحد كيوبك تيوبركل بيناتهم انجوينال ليجمنت ليجمنت الكنال شوية اللي فوق الكنال هنا تطلع 1 انش ديب انجوينال رينج وهنا 1 انش هذا الكنال هنا هذا واحد ديب واحد اكسترنال انجوينال